وللحديث عن التظاهرات في إيران وتصاعدها خلال الأسابيع الأخيرة معنا من لندن الكاتب والباحث في الشأن الإيراني السيد يوسف عزيزي، مرحبا بك معنا. مرحبتين، أهلا وسهلا بكم. ماذا تعني عودة التظاهرات إلى إيران من جديد والاحتجاجات في العديد من الولايات؟ تعني أن النظام الذي أرساه الخميني قبل 43 سنة وجاء باسم الدين وجاء بوعود لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يعني فشلا ذريعا في كل هذه المجالات. غير خامنئي رؤساء كثيرين من خاتمي إلى أحمد نجاد إلى روحاني إلى هذا المحبب إلى نفسه رئيسي اللي هو من جنسي متشدد وسفاك يعني أياديه طخت بدماء السجناء يعني في مجزرة اللي ارتكبوها ضد السجناء السياسيين في عام 1988 يعني جابه إلى الحكم ليحل المشاكل الاقتصادية، لكن المشاكل الاقتصادية في إيران مستعصية يعني نظام فيه اختلاسات كبرى بالمليارات يعني نصف من نوعا ما الإيرادات تخرج إلى الخارج بشكل عملات في أبناء هؤلاء الأغوات. نعم. الحكام شايف كيف، والنصف الآخر يعني تستثمر في مناطق مركزية من إيران مناطق الفارسية. هذا أولا، هذه الاختلاسات الكبرى. ثانيا، الفساد المستشري في كل منافذ وخلايا هذا النظام، التضخم واللي انتم اشرتوا اليه، سوء الاداره، الاستبداد، لا يوجد هناك اعلام ولا صحافه حره ولا شبه حره لتنقد المسالك والمعايب اللي يعاني منها النظام واستبداده. فكل هذه الامور ادت بما ادت اليه، يعني الناس ما عندها بد الا تخرج الى الشوارع وتقابل الرقابة. وبدلا من تحسين الاوضاع المعيشيه تقوم السلطات الايرانيه بالاعتقالات وبالتصدي لهؤلاء المتظاهرين. يا اخي كيف يعني تحل مشاكل الناس وهي كما ذكرت لكم فاسده حتى العظم، فاسده حتى العظم. يعني رئيس البرلمان الإيراني قاليباف هو لص وكل الشعوب الإيرانية تعرفه بأنه لص. شقيق روحاني الرئيس السابق هو لص. يعني الكثير في حاشية خامنئي وابن خامنئي مجتبى هو لص. فكيف يعني يعمل هؤلاء اقتصاد صحيح وسليم؟ وثانياً يعني عملوا جزيرة منفصلة من إيران من العالم الخارجي، يعني عادوا الدول الإقليمية، عادوا الدول الأوروبية، عادوا الدول الغربية، فما عندهم إلا روسيا والصين، وروسيا تعرفون الآن غارقة في الوحل. فليس لديهم أي حل للمشاكل المستعصية في إيران، فهي في الواقع تطحن 50% أنتم ذكرتوا من الناس اللي هم تحت خط الفقر وهم الآن في الشوارع وصدورهم عارية أمام رصاص ولاية الفقيه. هذا القمع الجاري في إيران إلى أي مدى يتطلب تدخلا أمميا من أجل حماية المواطنين هناك؟ الواقع إذا لم يتطلب الأممي ستتكرر يعني المجازر التي ارتكبها هذا النظام الديني المستبد.
يعني في انتفاضة نوفمبر عام 2019، يعني كانت انتفاضة عارمة، أكثر من 100 مدينة خرجوا ضد غلاء البنزين اللي أيده خامنئي، يعني دافع من هذا الغلاء. زين، فقتلوا الناس بتنبارد، 1500 قتيل من الناس الأبرياء الذين لا ذنب لهم إلا احتجوا على ارتفاع سعر البنزين. شايف كيف؟ فهذا النظام، وقبلها في انتفاضة 2017 ديسمبر 2017 نفس الكلام ونفس العمل ونفس الغم ارتكبه، يعني شايف كيف؟ وخاصة في منطقة الأحواز اللي قتل في انتفاضة 2019 نحو 400 عربي في هذا الإقليم اللي بدأت من المظاهرات، وأيضا هذه الانتفاضة الأخيرة أيضا انطلقت من الأهواز من مدينة الخفاجية. فكل هذه الأمور تؤكد أن هذا النظام لم يردعه إلا المجتمع الدولي. أشكرك جزيلا الكاتب والباحث في الشأن الإيراني السيد يوسف عزيزي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من لندن.